كمان بوابة الأهرام قالت إن الدكتور خالد توحيد رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي السابق ورئيس قناة النادي الأهلي توفى فجر اليوم يوم الثلاثاء بعد ما تعرض لأزمة قلبية امبارح، وده كان خلال أدائه لصلاة الظهر في مقر النادي الأهلي في الجزيرة. اتنقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج. ولد أستاذ خالد توحيد في 28 سبتمبر سنة 1961، ابتدى رحلته الإعلامية محرر في القسم الرياضي في الأهرام، هو واحد من مؤسسين مجلة الأهرام الرياضي من ساعة ما تم صدورها سنة 1990، تقلد العديد من المناصب داخل الأهرام حتى وصل 2014 لرئاسة تحرير المجلة. حصل الدكتور خالد توحيد على الدكتوراه في الإعلام الرياضي، وانضم خالد توحيد للجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللي كان من بينها فهمي عمر رئيس الإذاعة الأسبق وحسن المستكاوي والمستشار هشام أبو عالم والدكتور حمدي حسن وعادل فهمي وسوزان القليني وحاتم زكريا. تقدم دكتور خالد توحيد باستقالته من لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس العالي لتنظيم الإعلام بعد تعيينه كرئيس لقناة النادي الأهلي في 30 مايو سنة 2016، وتم تكريمه من المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال في 2017. كمان وان ثري قالت ان الكاتب الصحفي الكبير دكتور خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي ورئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي السابق توفى بعد ما دخل فقاعة صحية ظهر أمس الاثنين، وتم نقله على إثرها لأحد المستشفيات القريبة من النادي الأهلي لتلقي العلاج. كانت آخر كلمات الراحل هي وداعه لشهداء الوطن في الحادث الإرهابي بسيناء قبل ساعات من وفاته. كتب خالد توحيد قبل وفاته بساعات عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك في الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الله، رحم الله شهداء الوطن.